السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم بناتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنا عملنا مع بعض الورشة دي بتاعت الشنطة الويست دي، طبعا ما كانتش نفس اللون ده، كانت اوف وايت لولي بس، تمام. وكنا عاملين الحزام بشكل مختلف. انا صممت الشنطة دي، عملت الالوان دي. بصوا يا بنات، التغيير بسيط خالص، التغيير في الغطا اللي انا عملته، ما عملتوش سادة زي لون الشنطة عشان اكثر حدة الفضي ده، تمام. فعملنا ايه؟ عملنا برواز كده داير ما يدور، غرزة كاملة اهي فضي، تمام. ومن جوه عملناه اوف وايت، والحزام اهو اتعمل ايه؟ اوف وايت في فضي. طيب الحزام ده عايز اعمل له غيار تاني او شكل تاني. الحزام ده هنبقى نعمله مع بعض برضو في ورشة باذن الله، هوريكم ازاي بيتعمل. بصوا شكل الحزام ده، طبعا على بنطلون جينز، على جيبة جينز، روعة. هو شكله خطير، حلو قوي على الشنطة، وعاطي شكل جميل جدا على البنطلون بدل الحزام الجلد، تمام. انا بس كان في مشكلة بقى، ان الشنطة تقيلة على صاحبتها، تمام. فهي محتاجة حزام يعني، وهي لابساه بتبقى الشنطة نازلة كده، فاهمين ازاي بنات؟ نازلة كده، ان هي يعني الطلب بتاعها ان هي يبقى لها علقة من ورا ويتركب فيها الحزام، تمام. فاحنا هنعمل ايه علشان المكان اللي مضايقنا ده؟ هنعمل حزام من الجناب ممسوك في الشنطة، تمام. غير كده كمان هنعمل ايه؟ طبعا انا هعمل لكم سلسلة حزمة من هنا يعني ان شاء الله ورا بعض، شوية حزمة جميلة باللولي كده والوان وحاجة حلوة قوي. النهاردة نبتدي مع بعض حزام. الحزام اللي انا هعمله زي ما قلت لكم، انا هثبته في الشنطة من الجناب، تمام. طيب وايه التغيير التاني؟ التغيير التاني ان انا هشتغل بمقاس اكبر من الشنطة. ليه؟ عشان الحزام يشل الشنطة. الحزام عشان رفيع واخد البنطلون ونازل، فبيشد في ايه؟ في الشنطة، متقل الشنطة، تمام. فانا علشان اخلي الحزام يشيل الشنطة، انا هعمله بمقاس اكبر من الشنطة. يعني ده مثلا ده مقاس 12، تمام، مقاس 12، وده مقاس 6. الشكل هيعجبكم قوي، وان شاء الله يطلع حلو كده. طبعا زي ما تعودنا احنا بنجرب كل حاجة مع بعض، تمام. طبعا هنحط له برضو سلسلة، هنحط له قفل، تمام. هنجيب بقى المقص بتاعنا ونقص الجزء ده اللي متعلق فيه. نسيت اقول لكم بقى، لكل اللي داخلين عندنا اهلا وسهلا بيكم، نورتوا القناة، كبرتوها ونورتوها الحمد لله. احنا بقالنا 5 شهور بس، فده انجاز بالنسبة لي الحمد لله، يعني اللهم بارك. شكرا. احنا قناة عالم هناء للخرز وشغل الهاند ميد، فيها كل ما يخص الخرز، فيها اللهم بارك 14 ورشة للشنط الخرز، كلهم ترندي وكلهم حاجة عالية قوي. لكل المبتدئين اللي داخلين، اشتغلي ورايا الشنطة وبأمر الله هتعمليها كأنك من المحترفين، لان انا في الاول بعلمك الغرزة وبعدين ببتدي معاكي الشنطة واحدة واحدة، وبتتعلمي ازاي تعمليها وازاي تقفليها، ازاي تعملي مغناطيس زي ده ويبقى ثابت حديد ما بيتحركش منك، تمام. كان في بنوتة بعتت لي، طب هو ليه حضرتك ما بتدخليش الجناب دي بدل ما اتنيها لبره اتنيها لجوه؟ هتتنيها لجوه هتكلكع. انت كده يعني، بصي كده وانت بتقفلي اهو، بصي المكان بتاع المغناطيس له مكان اهو رفع الشنطة. امال انا بقى لو دخلت كمان القطعتين الحديد دول هنا
ودخلتها كمان هنا، هتكلكع هنا وتكلكع هنا، وهتديني شكل وفوم عالي كده للشنطة مش مستحب. بصوا بنات، انا مع الخبرة ولله الحمد انا مجربة كل حاجة، مش هقولك انا مجربتش ده، لا انا في البداية جربته ومجربت كل حاجة. انا بديكي خلاصة اللي انا اشتغلت بيه وخلاصة اللي انا اتعلمته وايه انسب حاجة، ايه انسب حاجة، فهماني ازاي؟ فصدقيني جربي كده، اعمليها من غير ما تدخلي الحديد لجوه، واعمليها لما الحديد يبقى لبره، شوفي مين افيد لك. جربي ده وجربي ده، ما تاخديش من حد الكلام وتعمليه، لا انت جربي واقتنعي بنفسك، اقتنعي انت باللي انت عايزاه، كده صح وكده صح، كده جميل وكده جميل، لكن الانسب ليك اعمليه، فاهميني يا بنات؟ وزي ما قلت لكم احنا القناه هنا، انا ما بخشش اقول لكم احنا هنعمل كذا وبالطريقه كذا، انا بقول لكم هنخش هنشتغل مع بعض ونشوف ايه اللي هيطلع في الاخر. صدقوني ساعات انا ببقى داخله يعني في ورشه قبل دي غوايش، انا كنتش اعرف شكل الغوايش اللي انا كنت هعملها، قعدت من بواقي الخرز معاكم واتكلمت معاكم وعملت الغويشه، فاحنا داخلين نتكلم مع بعض نشتغل مع بعض، فاهميني ازاي؟ انا مش بخش اقول لك معلومه وهي دي واحد اتنين تلاته وعجبك على كده اعمليها مش عاجبك، لا ابدعي وفكري وجربي واشتغلي، ده في حد ذاته هيحببك في الشغل اكتر، مش ان انت تاخدي المعلومه وخلاص. انا بحب كده، اديني معلومتك وانا اديكي معلومتي. انا فرحت بيها ان هي بعتت لي الرساله دي وقالت لي هو طريقه حضرتك صح وبيبقى جامد، بس ليه حضرتك ما بتداريش الحديده من تحت؟ زي ما قلت لك بتكلكع، بتديني فوم عالي كده للشنطه فشكلها مش حلو، انما لو انت مريحاكي وانت بتعمليها لجوه ده صح وده صح، وده برافو عليكي وده برافو عليكي، مفيش مشكله. تمام، يلا بقى مع بعض. الخيط بتاعنا طبعا خيط 60 اهو، عايزه المقص بتاعي. والبنز. تمام، هنقص بقى اللي ورا دي، ملهاش بقى لازمه خلاص. انا كان نفسي يكون عندي مقاس 6 فضي بس للاسف مش متواجد، كان هيبقى الحزام احلى كمان. يلا على خيط الله نشرب شاي. يلا خيطك بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. هنظبط بقى من الجنب، انا عايزه الحزام يبقى من فوق كده عشان يشيل الشنطه. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني خلينا ايه من عند قفله الشنطه دي. طبعا الورشه دي يا بنات موجوده عندكم على القناه، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، انا هسيب لكم كل اللينكات في صندوق الوصف، خش على صندوق الوصف كده وخش على لينك اتفرجي، شوفي ايه اللي يعجبك وايه اللي يناسبك وايه اللي ما يعجبكيش، مفيش مشكله، فهماني ازاي؟ اديني رايك، فاهميني يا بنات؟ ما احنا عشان نستمر مع بعض لازم اخد برايكم. تعالوا بقى ايه هي هتتشال منين؟ من اول مثلا ادي واحد، خلينا في الثانيه. الواحد ده منين؟ من عند بدايه الجنب، لان الشنطه الموديل بتاعها ان فيها فوق كده فوق عالي من غير تقفيلة جنب، فاهمني؟ فانتي التانية بعد الجنب. تعالوا نبتدي ونشوف، بسم الله الرحمن الرحيم. وسطاني الخيط بتاعك كده، تعالي بقى نبتدي نشتغل، بسم الله الرحمن الرحيم. بصي بقى يا ستي، تعالي كده هنشتغل، هنحط ايه؟ واحدة مقاس 14، 12 ده 12 من هنا، واحدة الناحية التانية. انا هوريكي بس بداية الغرزة ازاي شكلها ايه، دي واحدة وواحدة خلاص. تعالي بقى حطي واحدة مقاس 6 من هنا، واحدة مقاس 6 من هنا،
ايه اخبار التصوير؟ تمام. يلا بعد كده هنعمل ايه؟ حطي واحده مقاس 12 من هنا وواحده مقاس 12 من هنا. انا بقول لك الترتيب بس في الاول كده، نشتغل بقى الغرزه عادي. اهي وهي انا عايزه حزام تقيل يشيل الشنطه، تمام كده اهو. شايفين الغرزه عامله ازاي؟ طيب هنقفلها بايه؟ تعالي بس نوصل الخيط الاول، هنقفلها بواحده مقاس 6. تمام. بس اشوف التصوير. تمام. يلا بقى نشتغل الغرزة تاني. شفتوا شكل الغرزة عامل ازاي؟ تعالوا بقى نشتغلها ايه؟ على الفتلتين. واحدة مقاس 12 اهي خلاص، وبعدين 6 وبعدين 12 وبعدين 6. دي اللي انا هربط بيها، تمام. الناحية التانية ايه؟ اتناشر ستة اتناشر، تمام اهو. احنا هنربط بايه؟ قلنا برقم 6 اللي هنا دي مع 6 ده. تمام. بفكر بقى ايه في الربط هنا، اربط مرتين عشان الشغل معايا يجمل. انا دخلت كده مره، خشي لفي كده، ادخلي مره كمان. اهو شايفين يا بنات شكل الحزام، الغرزه عامله ازاي، شكله تحفه. يلا تاني 12 6 12 6 6 دي بتاعت الربط، ارجع فيها احضر بقى غرزتي بالمره. انا في الاول بس ايه بالراحه كده عشان نعرف ترتيب الناحية التانية. 12 6 12 تمام اهو. عفوا. بعدين دخلي بقى ايه في اللي احنا عاملينها دي حلقة، دخلي فيها مرتين عشان تجمدي الحزام. زي ما قلت لكم الورشه بتاعت الشنطه على القناه اللي عايزه تعملها. الشنطه تحفه على الويست، يعني جامده قوي. هي كان العيب الوحيد ان هي تقيله على الحزام، الحزام بياخدها وينزل. فعشان نتفادى المشكله دي، هي كانت اوردر يا بنات اللي انا كنت عاملها لكم دي، دي كانت اوردر وكانت طلب بالصوره، وانا عايزه زي دي بالظبط. حتى انا عرضتها وقلت لها طب يا ريتك نعملها من الجناب واعملها لك بسلسله. قالت لي لا انا عايزه بتوكه، زي الصوره بالظبط. هتقدري تعملي لي زي الصوره بالظبط؟ انا لما حد بيقول لي كده ما بعرضش بقى، فاهميني ازاي؟ ده طلبها.
اهو طلع العيوب بعد كده. دي مش بتاعتها، دي بتاعت بنتي، بس هي بعتت لي قالت لي، قلت لها انا قلت لك كذا كذا كذا، انت ما وافقتيش. طبعا هي يعني لو عايزه بعد العيد اغيرها لها، اغير لها الحزام من تحت امرها، مفيش مشكله. هو فعلا تقيل ده. انا كمان بتاعت نغم دي انا عاملها لها زي ما انتم شايفين كده، مش بتوكه من ورا ولا بتاع، لان انا اعترضت على موضوع ان التوكه اللي من ورا دي تبقي ماشيه مكلكعه من ورا بتوكه، فهمني؟ لا مش ظريفه ان انا الحزام حلو مع نفسه ان انت تعمليه حزام بنطلون او حزام جيب، لكن ان انت تعمليه على الشنطه بتوكه من ورا وتبقي ماشيه مكلكعه من ورا بالتوكه، انا مش عاجبني المنظر، فاهمني ازاي؟ بس هو طلبها، تقدريش تقولي للعميله انت ذوقك لا، ده ما ينفعش ان انت تقولي لها كده. حتى انا لما جيت عملت النغم ما عملتلهاش توكه ولا كلام من ده، لما عجبتها الشنطه وطلبتها للعيد ما عملتلهاش كده، فاهمين؟ تمام. ادي الغرزه بتاعتي وادي شكلها. طبعا بقى هتشتغلي نفس الحكايه بنفس الترتيب لغايه ما تعملي المقاس اللي يريحك. طبعا انا بصور في العيد عشان كده اللي انتوا سامعينه، وطبعا ابتهالات وقران وكده علشان العيد كل سنه وانتوا طيبين، عيد اضحى مبارك عليكم يا رب. انا بصور وانا في العيد، كان قبل كده كان صعب التصوير صيام، وكنت واخده دور جامد جدا مع الصيام، فالحمد لله ان ربنا قدرني وكملت الصيام الايام كلها بتاعت ذي الحجه الحمد لله. تمام. ايه رايكم بقى في الشكل؟ تحفه اهو. هنكمل بقى المقاس اللي احنا عايزينه من هنا ومن هنا، تمام؟ وبعدين بقى هوريكي ازاي هنركب من ناحيه سلسله زي دي كده، ومن الناحيه الثانيه عايزه اعمل لها قفل زي ده كده، تمام؟ هنخلص ونرجع مع بعض نركب الحاجات دي مع بعضين. انما كده انتوا عرفتوا شكل الغرزه، تمام كده؟ ورشه خفيفه كده، قلت بدل ما اعملها لوحدي لا اعملها مع بناتي بقى ويستفادوا بيها. هخلص وارجع لكم تاني. رجعنا تاني يا بنات، عملنا اهو من الناحيتين. طبعا بتعملي المقاس بتاعك بتاع الحزام بتاعك، بتقيسي عليه ناحيه، هتحطي فيها القطعه دي، هوريكم ازاي هنركبها دلوقتي اهي، وقطعه الناحيه الثانيه هنحط فيها السلسله. السلسله اهي، بصوا بقى اخر واحده انت عملتيها، فكي كده اخر واحده في دول اللي هي الخرزه اللي انت بتربطي بيها دي، فكيها تمام. وهنمسك طرفين الخيط كده مع بعض، اهو، وهحط
الخرزة دي في طرفين الخيط من غير ما اربط بقى. اهي تمام. وبعدين هفتح الطرفين كده وهحط القفل بتاعي ده كده، هدخل فيه تمام. والناحية التانية اهي. اهي الحلقة اهي جوه. حلو كده. لف الخيط بقى التاني على القطعة بتاعتك برضو اهي، شايفين بقت ممسوكة من الناحيتين ازاي بالخيط. طيب هو انا كده بس؟ لا، لفي بقى، خشي في الخرز، شدي ايدك لان احنا لسه ما ربطناش عشان الغرز ما تفتحش منك. شدي ايدك كده ومرري الخيط بتاعك في الخرزة كده ولفي في الغرزة عشان نخش نربط بقى. ما ينفعش من غير ربط، انا لازم اربط. فانا لو ربطت هنا هتبان، انا مش عايزاه تبان، انا عايز شغلي يبقى نضيف. فالربط يبقى بعيد عشان يخش جوه الخرز بتاعي. لفي كده اهو كده، انا لفيت بناحيه. تعالي الناحيه التانيه، اعملي نفس الحكايه بس لفي الناحيه التانيه بقى. اهي تمام. والف في الخرز اللي في الناحية التانية اهو. وصلي بقى الخيطين مع بعض اهو، شدي عشان الغرزة ما تهويش، شايفين ازاي؟ تمام كده. اربطي بقى، هنلف تاني، ده احنا هنلف فيها بقى لغاية الخيط بتاعنا ما يخلص. بدل ما نرمي الخيط لا احنا بنمتن بيه اهو. ربطت انا بقى كده خلاص، ادخلي بقى لفي بالايه الخيط بتاعك داير ما يدور. في الاخر خالص اربطي ربطه تانيه لما خيطك يخلص. بعد بس العقدة عشان اعرف ادخل. تمام كده بنات، دخلنا العقدة جوه. الخيط بتاعك بقى لفي بيه في الحزام كله تمام، وفي الاخر اربطي ربطة تانية ربطتين كمان زي ما انت عايزة. انا بس عشان وقت الفيديو اعمل بقى الناحية التانية. الناحية التانية بصي لو اتعوج مني كده، انت بتشديه كده اهو، بصوا شدي كده هتلاقي الغرز كلها معدولة معاكي. الناحية التانية اهو نفس الحكاية، هتفكي برضو ده كده تمام. تعالي بقى دخلي السلسلة في طرف واحد من الخيط كده تمام، واربطيه، واربطي بقى الطرفين على بعض. بصوا مكان الفتحة ده بتاع السلسلة خليه الناحية التانية عشان ما يبقاش حامي على الخيط يقطعه، فاهمة؟ لفي كده وخلي الفتحة من تحت، اربطي بقى كده اهو. ربطتين اهو، هندخل الربطة في الناحية ايه الطويلة، ناحية الخرزة الكبيرة عشان نربط ايه كذا ربطة.
دخل بس الخيط كده، نربط بقى براحتنا كذا ربط. نمت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم بناتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنا عملنا مع بعض الورشة دي بتاعت الشنطة الويست دي، طبعا ما كانتش نفس اللون ده، كانت اوف وايت لولي بس، تمام. وكنا عاملين الحزام بشكل مختلف. انا صممت الشنطة دي، عملت الالوان دي. بصوا يا بنات، التغيير بسيط خالص، التغيير في الغطا اللي انا عملته، ما عملتوش سادة زي لون الشنطة عشان اكسر حدة الفضي ده، تمام. فعملنا ايه؟ عملنا برواز كده داير ما يدور، غرزة كاملة اهي فضي، تمام. ومن جوه عملناه اوف وايت، والحزام اهو اتعمل ايه؟ اوف وايت في فضي. طيب الحزام ده عايز اعمل له غيار تاني او شكل تاني. الحزام ده هنبقى نعمله مع بعض برضو في ورشة باذن الله، هوريكم ازاي بيتعمل. بصوا شكل الحزام ده، طبعا على بنطلون جينز، على جيبة جينز، روعة. هو شكله خطير، حلو قوي على الشنطة، وعاطي شكل جميل جدا على البنطلون بدل الحزام الجلد، تمام. انا بس كان في مشكلة بقى، ان الشنطة تقيلة على صاحبتها، تمام، فهي محتاجة حزام يعني، وهي لابساه بتبقى الشنطة نازلة كده، فاهمين ازاي بنات؟ نازلة كده، ان هي يعني الطلب بتاعها ان هي يبقى لها علقة من ورا ويتركب فيها الحزام، تمام. فاحنا هنعمل ايه علشان المكان اللي مضايقنا ده؟ هنعمل حزام من الجناب ممسوك في الشنطة، تمام. غير كده كمان هنعمل ايه؟ طيب انا هعمل لكم سلسلة حزمة من هنا يعني ان شاء الله ورا بعض، شوية حزمة جميلة باللولي كده والوان وحاجة حلوة قوي. النهاردة نبتدي مع بعض حزام. الحزام اللي انا هعمله زي ما قلت لكم، انا هثبته في الشنطه من الجناب، تمام. طيب وايه التغيير التاني؟ التغيير التاني ان انا هشتغل بمقاس اكبر من الشنطه. ليه؟ عشان الحزام يشيل لي الشنطه. الحزام عشان رفيع واخد البنطلون ونازل، فبيشد في ايه؟ في الشنطه، متقل الشنطه، تمام. فانا علشان اخلي الحزام يشيل الشنطة، انا هعمله بمقاس اكبر من الشنطة. يعني ده مثلا ده مقاس 12، تمام، مقاس 12، وده مقاس 6. الشكل هيعجبكم قوي، وان شاء الله يطلع حلو كده. طبعا زي ما تعودنا احنا بنجرب كل حاجة مع بعض، تمام. طبعا هنحط له برضو سلسلة، هنحط له قفل، تمام. هنجيب بقى المقص بتاعنا ونقص الجزء ده اللي متعلق فيه. نسيت اقول لكم بقى، لكل اللي داخلين عندنا اهلا وسهلا بيكم، نورتوا القناة، كبرتوها ونورتوها الحمد لله. احنا بقالنا 5 شهور بس، فده انجاز بالنسبة لي الحمد لله، يعني اللهم بارك. شكرا. احنا قناة عالم هناء للخرز وشغل الهاند ميد، فيها كل ما يخص الخرز، فيها اللهم بارك 14 ورشة للشنط الخرز، كلهم ترندي وكلهم حاجة عالية قوي. لكل المبتدئين اللي داخلين، اشتغلي ورايا الشنطة وبأمر الله هتعمليها كأنك من المحترفين، لان انا في الاول بعلمك الغرزة وبعدين ببتدي معاكي الشنطة واحدة واحدة، وبتتعلمي ازاي تعمليها وازاي تقفليها، ازاي تعملي وغنطي زي ده ويبقى ثابت حديد ما بيتحركش منك، تمام. كان في بنوتة بعتتلي، طب هو ليه حضرتك ما بتدخليش الجناب دي بدل ما اتنيها لبره اتنيها لجوه؟ هتتنيها لجوه هتكلكع. انتي كده يعني، بصي كده وانتي بتقفلي اهو، بصي المكان بتاع المغناطيس
له مكان اهو رافع الشنطه. امال انا بقى لو دخلت كمان القطعتين الحديد دول هنا ودخلتها كمان هنا، هتكلكع هنا وتكلكع هنا وهتديني شكل وفوم عالي كده للشنطه، مش مستحب. بصوا بنات، انا مع الخبره ولله الحمد انا مجربه كل حاجه، مش هقول لك انا ما جربتش ده، لا انا في البدايه جربته وجربت كل حاجه. انا بديكي خلاصه اللي انا اشتغلت بيه وخلاصه اللي انا اتعلمته، وايه انسب حاجه، ايه انسب حاجه، فهماني ازاي؟ فصدقيني جربي كده، اعمليها من غير ما تدخلي الحديد لجوه، واعمليها لما الحديد يبقى لبره، شوفي مين افيد لك. جربي ده وجربي ده، ما تاخديش من حد الكلام وتعمليه، لا انت جربي واقتنعي بنفسك، اقتنعي انت باللي انت عايزاه، كده صح وكده صح، كده جميل وكده جميل، لكن الانسب ليك اعمليه. فاهميني يا بنات؟ وزي ما قلت لكم احنا القناه هنا، انا ما بخشش اقول لكم احنا هنعمل كذا وبالطريقه كذا، انا بقول لكم هنخش هنشتغل مع بعض ونشوف ايه اللي هيطلع في الاخر. صدقوني ساعات انا ببقى داخله يعني في ورشه قبل دي غوايش، انا كنتش اعرف شكل الغوايش اللي انا كنت هعملها، قعدت من بواقي الخرز معاكم واتكلمت معاكم وعملت الغويشه. فاحنا داخلين نتكلم مع بعض، نشتغل مع بعض، فاهميني ازاي؟ انا مش بخش اقول لك معلومه وهي دي واحد اتنين تلاته وعجبك على كده اعمليها مش عاجبك، لا ابدعي وفكري وجربي واشتغلي، ده في حد ذاته هيحببك في الشغل اكتر، مش ان انت تاخدي المعلومه وخلاص. انا بحب كده، اديني معلومتك وانا اديكي معلومتي. انا فرحت بيها ان هي بعتت لي الرساله دي وقالت لي هو طريقه حضرتك صح وبيبقى جامد، بس ليه حضرتك ما بتداريش الحديده من تحت؟ زي ما قلت لك بتكلكع، بتديني فوم عالي كده للشنطه فشكلها مش حلو، انما لو انت مريحاكي وانت بتعمليها لجوه ده صح وده صح، وده برافو عليكي وده برافو عليكي، مفيش مشكله. تمام، يلا بقى مع بعض. الخيط بتاعنا طبعا خيط 60 اهو، عايز المقص بتاعي. البنز تمام، هنقص بقى اللي ورا دي، ملهاش بقى لازمه خلاص. انا كان نفسي يكون عندي مقاس 6 فضي بس للاسف مش متواجد، كان هيبقى الحزام احلى كمان. يلا على خيط الله، نشرب شاي. يلا خيطك بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. هنظبط بقى من الجنب، انا عايزه الحزام يبقى من فوق كده عشان يشيل الشنطه. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني خلينا ايه من عند قفله الشنطه دي. طبعا الورشه دي يا بنات موجوده عندكم على القناه، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، وانا هسيب لكم كل اللينكات في صندوق الوصف. خش على صندوق الوصف كده وخش على لينك اتفرجي، شوفي ايه اللي يعجبك وايه اللي يناسبك، وايه اللي ما يعجبكيش مفيش مشكله، فاهماني ازاي؟ اديني رايك، فاهميني يا بنات؟ ما احنا عشان نستمر مع بعض لازم اخد برايكم. تعالوا بقى ايه هي هتتشال منين؟ من اول مثلا ادي واحد، خلينا في الثانيه. الواحد ده منين؟ من عند بدايه الجنب، لان الشنطه الموديل بتاعها ان فيها فوق كده فوم عالي من غير ما تقفيله جنب، فاهمني؟ فانت الثانيه بعد الجنب. تعالوا نبتدي ونشوف، بسم الله الرحمن الرحيم. وسطنا الخيط بتاعنا، غرز رباعيه عاديه بس فيها كبير وفيها صغير، يعني تحطي مثلا ايه واحده مقاس 14 من هنا، واحده مقاس 14 من الناحيه الثانيه، ادي كده بقوا ثلاثه كده معايا، ثلاث خرزات اهو. تمام، طب اقفلهم بايه؟ هقفلهم بواحده مقاس 6.
زي ما قلت لكم لو فضي كمان هيبقى احلى، بس طالما اللونين موجودين في الشنطه يبقى انت مفيش حاجه معاكي نشاز اهو، شايفين؟ تمام. هو ممكن كمان تشتغليها من ناحيتين، لا تشتغل اتنين تحت بعض، بس تهيالي هيبقى اوفر شويه، هيبقى عريض. يلا زي ما قلنا، واحده من هنا واحده من هنا، وهنقفل بمقاس 6. تمام. اربطي بقى ايه كذا ربطه، جيب الطرفين ناحيه الخرزه الكبيره كده، نربط تاني. تخلي بقى الايه الربطه بتاعتك، العقده في قلب الخرزه كده، ولفي بقى. لفي الناحيه التانيه وقبليهم بقى ببعض. تيجي تربطي، اربطي اسهل في ناحيه الخرزه الواسعه، عشان الضيقه دي دوختني على بال ما دخلتها في الناحيه التانيه. بسم الله، تبنى عشان وقتكم يا بنات. انا هتوه الخيط بقى وخلص، هو كده الحزام بتاعي خلص، بس انا هتوه الخيط وارجع اوريه لكم. بس كده خلاص يا بنات، الشنطه الحزام بتاعها كده خلصناه زي ما احنا شايفين، القفل اهو، ودي السلسله، وبتقفلي زي ما انت عايزه بقى على السلسله، على اللولي عادي زي ما انت عايزه. ده شكلها النهائي بالوسط بتاعها اهي. يلا يا رب تكون عجبتكم، ان شاء الله نتقابل في ورش جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.